بونجور تو الموند، جيسبر كو فزالي بيان. الى فيديو اليوم تلقاكم باحوال جيده. دونك اليوم غادي نتقاسم معكم وصفه المسمن معمر وطيف في الفران. دونك بالنسبه للعجين غادي نحتاجو، انا غادي ندير بور دو بيرسون، نتوما الا كان عندكم العدد اكثر دوبلو المقادير. دونك غادي ندير كاسونس ديال الدقيق الابيض، كاس ديال السميده، غادي ندير معلقه سكر، قبيصه الملح، نص ديال خمارات الحلوه. الا ما كانش متوفره خمارة الحلوه ديروا الخميره ديال العجينه الخبز العاديه، والماء الدافئ باش نعجن. بالنسبه للحشوه درت فيها انا جزر محكوك، قرعه محكوكه، درت بصله كبيره مقطعه مقرده طرفها صغار، درت جوج حبه ديال فلفل اورانج وحبه حبه حمراء، درت حبه حبه قطعتهم طرفها صغار، درت جوج فصوص ديال الثومه. بالنسبه للكبسه درت 150 غرام زيتون اخضر مقطع، ربع كزبره ومعدنوس، معلقه ديال لاموطاط، ومعلقه الهريسه. بالنسبه للشامبينيون انا درت هنايا الفطر الطبيعي، الا ما كانش ماشي مشكل ديروا المعلب، ولا ما كانش يمكن لكم ما ديروش. معلقه الزبده، معلقه ديال الصوجه، معلقه كبيره ديال الصوجه. بالنسبه للزبيس غادي نحتاجو مليحه، بزار، سكينجبير، كمون، قبيصه ديال القرفه والتحميره، وكذلك قزبر يابس مطحون. خليكم مع الطريقه. دونك على بركه الله غادي نبداو في تقديم العجين. انا درت هنا السميده، الطحين، سنيده، الخميره والملح، غنضيف بشويه بشويه المدافي. ماشي، هنا غنتوقف وغنبدا ندلك في العجينة. صراحه القصه هي اللي كتجيب خاصك في الدليك، انا في لوبول نو كيبردش القلب. هي بس كتر تقليه، دلكو مزيان. تجمع علينا سيبو، هي قربت تجمع. دونك غادي نخليو العجينة ديالنا واحد، انا غنخليها غير بما تدرت شحرت البصلة والخضرة، فهاد الوقيت نخليها ترتاح. سيبو، هي هادي العجينة ديالنا بعد ما وجدت. غادي نقسمها على ربعة الكرات يكونوا متساويين، جوج هادي جو بونس مازال غنزيد نقص منهم. نديرهم في القط احسن.
صافي وغنخلي العجينه ترتاح. فهاد الاثناء غادي نوجد الحشوه. دونك بالنسبه للحشوه تندير معلقه عامره مزيان بالزبده، درنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. غادي نزيدو عليها البصلة. خليوها تشحر شويه بعد نزيد الفلفل، تهزوا لي شي حبه الفلفل ماشي مشكل. Thank you.
مزيان دابا بعد ما سرحت العجينه الاولى كنسرحها بالزبده ونرش بالسميده رقيقه باش تبقى ليا داك الفرق ديال الطبقات. فاش كطيب العجينه كتبان لك راه مورقه، كاينه ورقه فوق ورقه فوق ورقه. سي بون، هنا بعد ما سرحت الاولى غادي نسرح فوقها الثانيه. Thank you.
صافي هنا غادي نبسطها، من بعد غادي نخشيها الفران. من بعد ما تقرب الطيب غادي نخلط اصفر بيضه مع شويه ديال الصوجه جوج مع راس معلقه باش تعطيني اللون. صافي وندهنها عليها ونرجعها للفران باش تحمر. اي فوالا، بعد ما خرجت المسمنه من الفران تجي على هذا الشكل. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الناس جداد في لاشين تابوناو وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي.